الآن راح نتكلم عن تدوير كامل المصفوفة على زاوية 90 أو 180 أو 270 درجة، بمعنى إذا كان في عندنا هذه المصفوفة المكونة من 4 أسطر 3 أعمدة، نريد أن نقوم بتدوير هذه المصفوفة كاملة على درجة 90 درجة ثم 180 وبعديها ل 270 درجة. لاحظ أنه إحنا لو قمنا بعملية التدوير المدور المصفوفة اللي هو الترانسبوز A تساوي ترانسبوز هذه المصفوفة، كنترول شيفت انتر، اللي بنحصل عليه انه السطر الاول هون اصبح هو العمود الاول هون، والسطر الثاني هو اصبح العمود الثاني وهكذا. لكن احنا اللي مطلوب منا انه ندور هذه المصفوفة بحيث انه هذا السطر اللي هون الاول يصبح العمود الاول من اليمين، ثم هذا العمود اللي هون يصبح هذا السطر وهكذا، بمعنى انه كامل المصفوفة يتم تدويرها. اذا بنقوم اول شيء بايجاد الاي ترانسبوز، ثم نضرب هذه المصفوفة في الاي انفرتد. اي انفرتد زي ما قلت لكم انا سميته، هو عبارة عن مصفوفة مكونة جميع خلاياها من الصفر باستثناء القطر الاخر اللي هو القطر الثاني مش القطر الرئيسي. اوكي، يعني كل المصفوفة عبارة عن أصفار باستثناء القطر الثاني. يعني الآن كونت الـ I inverted زي ما شايفين كل أصفار باستثناء هذا القطر، القطر الرئيسي هذا هو القطر الرئيسي. الآن لو ضربنا A transpose في الـ I inverted يساوي A matrix multiplication A transpose في ال I inverted. طبعا ال I inverted لازم يكون عدد الأسطر اللي فيه يساوي عدد أعمدة ال A transpose، وهو لازم يكون مصفوفة مربعة. Control Shift Enter. لاحظوا الآن عبارة، الآن السطر الأول اللي هون أصبح هو العمود الأول. لاحظ هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الآن لفت كل المصفوفة أصبحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الآن لو أردت إني ألفها كمان مرة بزاوية 90، يعني هذه المصفوفة بنفس الكيفية، بوجد A transpose transpose لهذه المصفوفة، Control Shift Enter، بنحصل على مدور المصفوفة، ثم بنكون ال I inverted كونه الآن عندنا الأعمدة 3، إذا يجب أن يكون عندنا عدد الأسطر 3. يعني 0 0 1 1 1، والبقية عبارة عن الصفر. الآن نضرب الـ A transpose هذه المصفوفة في الـ I inverted يساوي M multiplication الـ A transpose في الـ I inverted. Control Shift Enter. الآن لاحظوا، الآن هذا العمود الأول أصبح هو السطر الأول. أصبح هو السطر الأول، وهذا العمود الأخير أصبح السطر اللي هون. إذا لفات مرة ثانية، إذا بالحركة الأولى هون لفيناها بمقدار 90 درجة، والآن لفيناها بمقدار 180 درجة، وممكن نعيد نفس العملية عشان نلفها ب 270 درجة، ولمرة رابعة نرجعها
كما كانت عليه في الأصل. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.